يا ابني يا ابني يا ابني ما تبطل الدوشه اللي انت عاملها دي، اقفل الهباب ده. ايه يا دوله مش عاجبك ما تسمعش يا عم؟ مش عاجبك ما تسمعش وبتبوق معايا كمان؟ ولا غير المحطه يالا. ايه يا دوله هو ده يا عم ما بيطفيش ولا بيعلى ولا بيوطى. غير المحطه بقول لك. يا عم بقى له اسبوع لازق في المحطه دي. الله بتقول ايه؟ والله يا فندم انا جاي بس علشان انت جاي من مين؟ ايه المحطه اتغيرت؟ شفتك دوله؟ اسكت بقى اسكت بقى. بس بس يا دوله انا عايز المحطه دي بقى. انت بتنقي. اسكت 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 اسكت. مساء الخير واهلا بيكم معانا النهارده في حلقه جديده من برنامجكم اهدي اخلاقك، معاكم الدكتور الشلبي شلبي. الراديو ده يا لاب سبعه ارواح ولا ايه؟ ايوه دول اصل انا كل يوم بنقعه ساعتين في المايه والصابون. صباح الخير مريض العزيز. مريضي؟ اقفل يا عم. مريضي ايه؟ طبعا كل واحد فاكر نفسه مش مريض وبيقول هو مين ده اللي مريض، وبيقول كمان هو الدكتور الشلبي شلبي ده خرف ولا ايه؟ ولا الراديو ده ملوش حل غير انه يترمي. هاتوا هاتوا لا يترمي في الشارع بقى. هاتوا. اوعى تكون خفت وعاوز تهرب. الراجل ده قصدك انت؟ بس يلا بس اسمع كلامي للاخر وبعدين قرر. ماشي اتفضل يا سيدي. ايوه كده اهدى. موضوع النهارده عن الوفاء بالوعد. جاتني رساله من المريض عين سين صاد بيقول انه فقد ثقه اسرته فيه وانهم ما بقوش يصدقوا حاجه بيقولها وبيعتبروا كلامه تحصيل حاصل. ده لانه لازم يبقى راجل شديد في بيته، يعني مش اي كلام. صح يا دوله عندك حق. انت مالك انت مالك؟ انا شايف ان الراجل هو اللي بيوفي بوعوده. مشكلتك يا عين سين صاد بتكمن في انك ما بتوفيش بوعودك مع اسرتك وبالتالي فقدت احترامك وسطيهم. ازاي يا دوله الكلام ده؟ طب ما انت يا عم هون عمرك ما بتوفي بوعودك لحد يعني، وبالرغم من ذلك اسرتك كويسين الحمد لله. بالرغم من ذلك انت بتتكلم ليه يا لما تسكت؟ يا لا اسكت خلينا نشوف الراجل بيقول ايه. احيانا الواحد بيتهيأ له انه موفي بوعوده وما عندوش اي مشكله، لكن ده مش صحيح. روح واسال اسرتك وانت تعرف هم شايفينك ازاي. اسالهم قبل هم ما يسالوش فيك. ودلوقتي مع السلامه. مع السلامة ايه؟ مع السلامة ايه؟ هو الراجل جاي يقلقنا وماشي ولا ايه؟ ايه يا دولة بقى يا عم تسيبه بقى يا عم، انت ايه اللي قلقان يعني في ايه؟ ايه اللي قلقان في ايه؟ ما هو قال لي كلام يقلق صراحة، يعني ما ممكن يكونوا في البيت فعلا ما بيثقوش فيا. ما هو قال لك يا دولة روح اسألهم يا عم والمية تكدب العطشان. لا انا كده قلت ممكن ابقى انا فعلا، ممكن ابقى انا. ليه يا دولة ممكن تبقى انت ليه يعني؟ ما هو قال لك عين سين سقط. طب الراجل ده ليه ما قالش يعني عصص؟ لازم عين سين صاد. فاكر عين سين صاد يعني عصص؟ لا يلا عادل سعيد صابر عين سين صاد. يا راجل انا بحسبه اسمه عصص يعني. لا ما اي حد بيبقى له اسم حركي يلا. طب وانا دوله ليا برضو اسم حركي؟ طبعا. ازاي يا دوله يعني؟ يعني انت اسمك الحقيقي رمزي، اسمك الحركي يبقى جيم زين ميم ته مربوطه. جزمه؟ بالظبط كده. رانيا انا كنت عايز اسالك، يعني هو انت بتثقي فيا؟ هو انت خنتني يا عادل؟ معقوله يا رانيا خنتك ايه يا ماما؟ حكايه ان واحد يخون حد ده يعني بتبقى محتاجه تفرغ، الواحد يبقى فاضي، زائد بتحتاج امكانيات وانا ما عنديش الامكانيات دي صراحه ان اخونك يعني. يبقى انت عايز تخني واول ما هتجيلك الفرصه للصفع هتصفع. انا عايزك انت تصفع عني يا رانيا لو سمعتي. خش في الموضوع يا عادل. رانيا هل مثلا انا مره وعدتك بحاجه وما كنتش على قد ثقتك بيا؟ اه طبعا انت عمرك ما وعدتني بالحاجه الا وكنت متاكده انها عمرها ما هتحصل. اساسا اول ما بتوعدني بالحاجه بينتابني احساس وشعور بالياس الشديد وبرفض اصلا الشيء ده انه يحصل. رانيا لو سمحتي ما توهنيش، خليكي محدده. ايه اللي انا وعدتك بيه مثلا وما نفذتوش وما كنتش على قد ثقتك؟ عادل ارجوك مفيش داعي نخوض في المخاض اللي اتخاض فيه قبل كده. قصدك يعني بلاش نحكي في المحكي. ايوه. لا احكي بقى يا هانم احكي، اتفضلي وقولي لي ايه اللي انا وعدتك بيه وما عملتوش. اوكي انت اللي جبته لنفسك. فاكر يوم عيد ميلادي وما وعدتني ان انت هتجيب لي عمرو دياب يغني اليوم ده، رحت جايب لي مغني مغمور اسمه توسن. ماله توسن؟ توسن ده زي الفل. هو في مطرب زي توسن؟ لعلمك بقى انا كشاعر يعني بتنبأ لتوسن ده انه هيعدي عمرو دياب.
عادل لو سمحت مفيش داعي نتناقش في منطقة منقوشة قبل كده. منقوشة؟ بتلجئي للهجة اللبناني يعني عشان تتوهيني في الحوار؟ لا يا ماما، أنا حافظ لغات كويس. أوكي يا عادل، خد عندك دي كمان. فاكر لما قلت لك إن أنا عايزاك تشتري لي عربية؟ قلت لي على أول الشهر هجيب لك عربية 4x4 موديل السنة. حبيبتي دي ما تعتبرش وعود، دي تعتبر اشتغالات هكس بضحك عليكي، لكن أنا عايز مثلا وعود اللي أنا بنفذها، يعني مثلا هل مرة طلبت مني ربع كيلو جبنة رومي وأنا ما جبتهوش؟ هل مرة طلبت مني نص كيلو زيتون محشي مثلا وانا اكلته في السكة وجبت لك الكيس فاضي؟ انا كده فهمت حضرتك، حضرتك عايز تنزل لقاع. اوكي انا هنزل معاك لقاع يا عادل. اخر مرة حصلت حاجة من اسبوعين، طلبت منك يا عادل ان انت تخرجني تعشيني برا، ايه اللي حصل؟ صراحة يعني كبرت دماغي وما خرجتكيش يعني. اديك رديت على نفسك. هل تعتقد يا عادل يا ابن حماتي انعام بعد كل التجارب المريره اللي مرت على مدار السنين اللي فاتت اقدر ازرع ثقتي فيك؟ وليه يا حبيبتي نلجا للزراعه اذا كان الموضوع منبت لوحده وانجلته باينه؟ تقصد تقول ان احنا محتاجين نتعامل مع الاسمده العضويه النيتروجينيه؟ ممكن ما نلجاش للاسمده، ممكن مثلا نلجا للري بالتنقيط. بس انا مش فاهمه يعني ايه موضوع التنقيط ده، ممكن تفهمني؟ يعني مثلا لو انا عزمتك في مطعم زي ما انت عايزه، هل بعد كده هتنقطينا بسكاتك؟ على حسب نوع العشاء والمكان بتاع العزومه. خلاص المكان فاخر ان شاء الله. عدد واحد عشاء فاخر في مطعم فاخر لرانيا. اوكي ثقة ايه اللي انت بتتكلم عنها؟ الثقة يا سناء، الثقة يعني لما حد بيبقى واثق في حد ان هو هيعمل حاجة طلبها منه ويبقى واثق ان هو يعملها له يعني. طب ما دي حاجة انت ابعد ما يكون عنها. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ انا ما بوجهش كلام ليكي. ماما انت بتثق فيها ولا لا؟ من ناحية ايه يعني؟ يعني هيكون من ناحية ايه يعني يا ماما؟ هتكوني بتثق فيا من ناحية اليمين وما بتثقيش من ناحية الشمال؟ بتثق فيا من ناحية التعامل؟ ليه يا عادل عايز تنقش في المنكوش؟ ايه الحكاية دي؟ واحدة تقول للمنقوش والتانية تقول للمنكوش، هو في ايه بالظبط؟ هو ايه اللي في ايه بالظبط؟ يعني تفضل ساكت وتسيبنا احنا ساكتين بدل ما تجيب لنفسك الكلام؟ لا أنا عايز أجيب لنفسي الكلام وأنت ما تتكلميش لو سمحتي، خلي ماما هي اللي تتكلم. يا عادل ليه عايز تفتح على نفسك فتوحة؟ افتح يا ماما، الورقة والقلم موجودين أهي، وعايز بس أعرف أنتوا في حاجة مضايقاكم مش واثقين مني فيها؟ ماما بصي هو اللي جاب لنفسه عمال يقول افتحوا افتحوا، اديله بقى في جنبه وما ترحموش، بس سيبي لنا الظهر والسنين. معلش يا ابني على عيني. فاكر لما كنت في ابتدائي وجبت لك كشكول وقلت لي انك انت هتخلصه على اخر السنه وخلصته قبل سنه ما تخلص؟ يا ماما كشكول ايه يا ماما؟ كشكول ايه؟ ماما اولا ده ما كانش كشكول، دي كانت كراسه 30 صفحه، ثانيا سناء كانت واخده لها صفحتين من النص، ثالثا انا خلصت الكراسه دي قبل ما الدراسه تخلص باسبوع، رابعا ابتدائي ايه يا ماما؟ ابتدائي ايه ده؟ انا بقيت زي الشحط جايه بتفكريني بابتدائي يا ماما. ماما قصدها ان اللي فيه طبع ما بيغيروش يا عادل. طب فاكره انت يا سناء لما وعدتك ان انا هجيب لك العقد الاصفر فازرق اللي احنا شفناه في بوتيك علا انا وانت؟ وعدتني وما جبتوش. ومش هجيبه، مش هجيبه. وعايزك بقى ما تثقيش فيا يا سناء، الغيني الغيني من حساباتك. الغيك يعني هلغي في الملغي اساسا. سناء لو سمحتي ما تتكلميش، انا بتكلم مع ماما. ماما افتكري اي حاجه تانية يا ماما غير موضوع الكشكول ده يا ماما؟ يعني في حاجه انا وعدتك بيها وما كنتش قد الثقه يعني؟ فاكر لما وعدتني انك تخرجني في المطره يوم اجازتك وما خرجتنيش وانا بحب الخروج في المطره؟ يا ماما ما هي ما مطرتش يوم اجازتي يا ماما، ساعتها بقى مش مفروض ما تثقيش فيا، مفروض ما تثقيش في الجماعه بتوع الارصاد الجويه، ليه تاخديني بذنب الارصاد يا ماما؟ ماما طيبه وغلبانه وما بتعرفش تتكلم على حقوقها، تحب اقول لك انت وعدت ماما بايه وما وفيتش بيه؟ لا ما تقوليش. لا هقول، لا هقول، لا هقول. فاكر في عيد الام اللي فات لما وعدت ماما انك تجيب لها بالطو عشان ينفعها في الشتاء؟ ازاي الحكايه دي راحت عن بالي؟ البلط الصوف ايه ده وانا ما جبتوش؟ لا بس يا ماما فاكره انا ساعتها بقى جبت لك جوانتي وكان صوف برضو. جوانتي ايه يا ابو جوانتي؟ جوانتي ايه اللي بخمسة جنيه ده؟ من عند الفرشه اللي قدام بوتيك علا، انت كان بينك وبين البوتيك خطوتين، لو ما اديت رجلك كده كنت دخلت البوتيك وجبت لمامتك حاجه عليها القيمه من البوتيك الشيك. خلاص خلاص خلاص، ادي بلطو صوف انجليزي لماما. وعقد الاصفر فزرق لسناء.
ماما ما تضغطيش عليا زياده عن كده، انا مش عايز اجيب لي سماح حاجه. ماما انا ما بحبهاش يا ماما. يا عادل عشان تثق فيك. ماشي ادي اهو اسمه ايه ده، عقد اصفر فازرق لسناء، بس هجيبه بقى من على الفرشه اللي قدام بوتيك علا. لا من مكان الشيكي وبوتيك علا. مش هجيب من البوتيك. لا بوتيك علا. من الفرشه. ماما مش هجيب من البوتيك علا. يا ماما من البوتيك.